السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مزيان اجيتي بوقتك. اشكرك. اسعد. بس لا بلشت بالقصة وما لحقت على البداية. لا 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 مزيان لحقت. ولو انت ما تحترم الوقت شوية، لازم تستمع لحكايتنا حتى تتعلم تنظيم الوقت. احبائي، اليوم اني وعمو صادق انتبهنا الى موضوع انه بعض الاولاد، مو كلهم، ما عندهم احترام للوقت، فقررنا تكون حكايتنا لهذا اليوم حكاية تخص تنظيم الوقت واحترام الوقت. يا مزينة لحقت قبل لا تبدون. غير سلموا المرة. ما سلمت أنا. ما سلمت طبعاً. كلش أعتذر. سلام عليكم. أبو سيوف شلون قلبي؟ سلام. شو رحتين؟ شو رزين؟ هلا وسعد. أستاذ رباب شلونك؟ أهلاً وسهلاً. الحمد لله أنت لحقت، لأن بصراحة أنت والأولاد ما تحترمون الوقت، فلازم تسمع حكايتنا لأن هاي الحكاية تهمك. أنا أمي دائما تتج علي. شو تقول لي؟ تقول لي مخربطة، أنت ما تحترم الوقت. أها صحيح. يعني الغداء مثلا يصير بثلاثة، بالأربعة بيصير. إيه تقول لي بالوحدة تجي حتى تطلع ترتاح لك ساعة وتطلع ترجع للشغل. إذا لازم تسمع القصة حتى شوية يصير عندك تركيز اهتمام للوقت. لازم تسمعها. فواكه فيها؟ لا ما بيها فواكه.